اول حذفتين في الكاست. شوف ما شاء الله عليه. ها؟ ايه بيتعبك البسار. هذا حق حق التعليم رقم واحد. يخليك في اسوأ الظروف. كفو كفو يا ابو سيل كفو. الله 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 الله. روح له روح له روح له. ضربه ضربه ضربه. ممتاز زين. الحين افتح ال افتح البل. لا لا ما ها اقرب خلاص خلاص. مالك مالك مالك. يلا من يشيله. ضربه ضربته بسرعه. ضربه قوي. الحين تفتح عشان ما يكون فيه ضغط على ال شوف. ها اول صيده بالكاست. يعطيك العافيه ابو سعيد والله ما يرور. اها ممتاز ولوب جدا ممتاز. الله يعطيك العافيه. عاش ابو سعيد عاش. الله يعطيك العافيه. عاش ما شاء الله ما شاء الله عليه. اول 10 حذفات واول مره يمسك السنار ما شاء الله عليه. ابو سعيد مبدع صراحه. مبدع انت يا ابو سعيد. لا والله انك كنت مبدع ما شاء الله عليك. صوتك بطله يا ابو سعيد ما شاء الله. يلا ابو عبد الله بس نس ما قلت لك اول ما يضربه يشيله افتح الكلتش. ارجع ورا ارجع ورا افتح. لا اضربه اضربه. ايوه ممتاز ممتاز ممتاز. انتبه بس على نفسك. ها وهذه الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام. عاش ابو سيل ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. بالراحة بالراحة ابو سيل بالراحة. من 5 دقائق كان مبتدئ. شوفوا كيف صار. يا سلام ما شاء الله 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 عليك يا ابو سعيد. شفت شفت الراعي بحر فطرة عنده. عاش ابو سعيد ان شاء الله. لا بس وايد وايد شوف. عاش ابو سعيد عاش الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا الرابع غير الثالث اللي فات. يا سلام يلا ما عليك. يا سلام يا سلام. مساك الله بالخير يا حسن. يعطيك العافية حسن الزواد. هذا حنا عند المحيربي وجربنا الطرق والكاست والجيج وهذا حنا ان شاء الله بندور اليدام. يا سلام يا سلام يا سلام. هذا المتل جاك. شرفتونا بجيتكم وفرحتونا. شرف مقدارك يبا. الله يسلمكم. يلا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جيج ها ما شاء الله. محيربي شو رايك المتل جاك؟ ما شاء الله ممتاز. شفت اول ممتاز. قطه ممتاز 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 ما شاء الله ممتاز. ما شاء الله ما شاء الله. الاشخيلي لو ترخي عليها شوي. ارخي عليها ارخي عليها شوي. اباك انت تشيلها. يلا انت شيلها. صور اللور. ها ما شاء الله. متل جاك ما يحتاج. متل جاك شعري.
وين؟ عاش عاش ابو عبد الله عاش. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. ها؟ شخيلي. هذا شعري اصلي. ما شاء الله عليك يا سلام. شو الجيكينج ابو عبد الله؟ شو اسمه؟ شو؟ الجيك؟ ايه سنسس. سنسس يا سلام. والعصا والماكينة كله سنسس. ما شاء الله. البلو هيفن المايكرو هذه. ما شاء الله ما شاء الله. يلا يعطيك الثاني عبد الله. طريقة الجيكينج. شغل شغل مايكرو يا ابو عبد الله. ما شاء الله عليك. العصا من 7 إلى 35 جرام. ما شاء الله. والعماق يعني تتراوح من 10 متر 12 متر. ما شاء الله. إيه لا تخليه لا تخليه يقرب وايد على راس العصا. ها يعني مال تقريبا مترين لان العصي المايكرو حساسه. السحب ما عندها مشكله لو تسحب لك 10 20 كيلو عرفت، لكن يعني داري عليها افضل. جيجينج جيجينج ابو عبد الله. طب ما اكبر على الدراج شوي؟ لا افضل الطريقه هذه احسن، يعني ممكن انك تخسره. تحاول انك العصا تتحكم فيه. لا 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 ما تمسكها بالمنتج. ايوه هذا شغل مايكرو. يا سلام. ها ابو عبد الله. هلا حبيبي. شفت المايكرو؟ هذا شغل المايكرو 7 إلى 35 جرام. شوف الاحجام ما شاء الله. بس تريد واحد يداري عليها ويعرف الطرق واستخدامها الصحيحة. ما شاء الله صور مع الشمس.